اليوم عندنا عرض ديال دو ادو جوج جوج اللي هي من كتابه نص الاستاذ دراماتورج عصام اليوسفي وفي الاخراج اما تربيها خديجه زروال مع ممثلين اللي هما خريجين المعهد العالي في المسرح والتجديد الثقافي. فكره ديال الاخراج صراحه هي فكره جديده عليا، ما كانتش في الاول عن محض اراده وماشي شي حاجه اللي حلمت بها، ولكن لقيت راسي باللي انا كممثله كنوصل لواحد المرحله في الحياه اللي ممكن نكون ندير فيها الاخراج، خصوصا انني زعما مارست المسرح لواحد المده طويله جدا، فحسيت انه بامكاني نقدر ندير شي لمسه اخراجيه نسويه، خاصه انه النساء عندنا في المغرب كمخرجات قلال بزاف، فهي حكر على الرجال. فقلت بوكو با ني دخلت المغامره وحاولنا نشدوا النص نترجموه من كتابي الى ركحي فوق الخشبه، والحمد لله حاولنا ما امكن نسلطوا الضوء على لو كوبل ماروكان والصراعات اللي كيعيشها الكوبل المغربي وحتى العربي ايضا بجميع الصراعات ديالهم، شي كيشرق شي كيغرب. حنا حاولنا نسلطوا الضوء بطريقه فيها شويه ديال الساركازم، فيها شويه ديال التهكم، وفيها شويه ديال الضحك، كومسا كنوعيو الناس باللي اي كوبل في العالم كيدوز بواحد المراحل في الحياه، دي فاز في الحياه اللي كيوصل لهذه المرحله، وهذه المرحله هي المرحله الحاسمه والمهمه، حاولنا نجسدوها فوق الخشبه. الموضوع ديال الكوبل هو موضوع عالمي سي يونيفرسال، باسكو اولا فيه جوج ديال الاجناس، كاين الذكر والانثى، وحنا غالبا دابا حالا في المجتمع كنعانيو من هذا الصراع اللي ولا انت ذكر وهذه انثى، فبالتالي كاين واحد الفرق، هو طبيعي يكون الفرق لانه سيدي ربي ودار الفرق. فبالتالي فوق الخشبه حاولنا نجسدوا باللي راه من الممكن اننا نكونوا سوليدار، نكونوا متلاحمين، واخا ذكر وانثى ولكن راه ماشي واحد احسن من واحد، ولكن واحد كيكمل الاخر، هذه الفكره. بيان سور عندنا جوله في اطار الدعم ديال وزاره الثقافه، فعندنا تقريبا 6 عروض اللي تم العرض في سيدي بن سليمان، ودابا حنا في المسيك، وغدا غادي نكونوا في الرباط في قاعه بحنيني، ومن بعد غنمشيو لسله، ويمكن نمشيو للمهرجان الوطني اللي في تطوان. كاين بزاف ديال الصعوبات الصراحه، ولكن اول صعوبه انا شخصيا حيت اكزرسيس بالنسبه لي تمرين نفسي، هو كيفاش نقدر نجمع واحد الجروب بمختلف الشخصيات وبمختلف الانوات ديالهم، ونحاول نجمعهم ونفرض داكشي اللي بغيت. هذا اكزرسيس بالنسبه لي صعيب بزاف، ولكن الحمد لله تفوق، حيت معايا ناس اللي كنعرفها واللي هما اصدقاء ديالي قبل ما يكونوا دي كوميديان فقط. وطبعا حتى كيفاش انت تقدر ترجم واحد النص مسرحي من المكتوب الى المرئي فوق الخشبه، فبالتالي كتكون واحد الصعوبه، خصك شويه ديال ليماجيناسيون، خصك شويه ديال الخدمه، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد كخطوه اولى راه مزيان. الدور ديالي هو دور سعيد، هي بشكل عام المسرحيه كدور على كما كاين في العنوان جوج بجوج، جوج ازواج، دونك كتناقش المشاكل اللي كتكون ما بين كاع الكوبلات بشكل عام، يعني نموذج الكوبل المغربي. فالدور ديالي ديال داك الزوج اللي كيعيش صراعات مع مرتو على بزاف المستويات. ايجابي في الامر هو ان خديجه زروال لانها خريجه المعهد العالي في المسرح والتنشيط الثقافي، وحتى حنا كممثلين خريجي نفس المعهد، وهي بالاساس ممثلة، فالأمر كان جد يعني سلس في عملية التواصل بينها وما بين الممثلين، وخا أن هذه هي تجربتها الأولى الإخراجية، ولكن هذا بالعكس أعطى الكثير من الشغف والكثير من الجدية من جهة المخرج. كان وعد الجمهور بأننا غنحاولوا ما أمكن أننا نكونوا مستمتعين فوق الخشبة، لأننا خدمنا بجدية وبكل الحب أثناء التدريب، وكنظن إلا كنا احنا مستمتعين فوق الخشبة راه حتى الجمهور غيبان لنا في الشعور إن شاء الله.